كيف قتل أعظم سلاطين المغول في بغداد، أبو سعيد بهادر خان. الغيرة، غيرة النساء هي اللي قتلت أبو سعيد، زوجته خاتون بغداد اللي كانت تنوب عنه، تجلس مجلسه، تجلس على عرشه حينما يصدر فرمان من الأليخان. أبو سعيد كان يكتب من حضرة أبو سعيد والخواتيم، وكان يقصد خاتون بغداد زوجة أبو سعيد وبنت أمير الجيوش جوبان. تزوجها بالبداية أبو سعيد وزوجها أمير الجيوش، لكن بعد فترة أبو سعيد تزوج امرأة أخرى كانت دلشاد خاتون بنت خواجة دمشق. الغيرة، خاتون بغداد في ليلة من الليالي سمت أبو سعيد بعد الجماع، مسحته بمنديل مسموم فمات. كان هذه أول حادثة بالتاريخ تسجل بهذه الصورة، خلال الجماع